وبعدين منريح بالنا. قبل ما انسى المسا بدي اتعشى مع البنات، ولهيك ما رح نشوف بعض. يي العمى على هالناس، ونسيت احكي مع بدر. مدهوشين بعرسهم، الله يهنيهم. مرحبا بدر، كنت بدي مرة عليك بس نسيت. وينك انتي؟ هلأ طلعنا من الشركة، مضطرين نروح نساوي بروفة لتياب العرس. ايه مو مشكلة، اليوم رح يعطونا نتيجة التحاليل مو هيك؟ ايه على الساعة 5. على أساس أنت تروح تجيبه مظبوط؟ وعاد تبعت حدا تاني؟ ولو أختي، معقولة أبعت حدا؟ خلص بنتظر تليفون منك لكان. ماشي باي. اللي هو رح يروح يجيبه. في شغلة نسيناها من دوشتي بمهند نسيت عمر. لا تعطيها، أكيد بكرة بيمل من الأسئلة لما ما بيلاقي جواب وبيرجع بيسافر. مرحبا، فيني فوت؟ شو هدول؟ قررت تروح؟ عمر اوعك تقلي انك تراجعت عن اتفاقك معي. لا ما تراجعت وما رح اتراجع. لوين مسافر لكان؟ كان في مرة بتشتغل بالقصر بهداك الوقت واسمها سحر، الخالة نعمت لقت لي عنوانها فرايح شوفها، إلا ما تكون بتعرف شي. يعني هي عندها معلومات؟ بتمنى يكون عندها معلومات. عمر بعترف إني وجهتك غلط، كنت متوقع مهند يفيدك بس للأسف ضيعت لك وقتك على الفاضي. مو مشكلة، هو كان أكتر واحد واضح بيناته وحبيته كتير. تخيلي رغم كل شي ما قبل يتخلى عن أخوه، وعلى شوي كان بده يضربني يعني مشان أخوه. هو مو مثل بدر، وكتير بيختلفوا عن بعضه. أنت بدك ترجع لهون؟ بدي غيب شي يومين، بجوز أكتر، ما بعرف قديش بدي غيب. إذا صار معك شي حاكيني فورا. ماشي حاضر. بعرف إنه أنت عندك أسبابك، بس أنا لازم إني أقلك شكراً على وقفتك جنبي. مو هلأ، لما تحصل على الشيء اللي بدك إياه وقتها بتشكرني. أنا بدي روح. مع السلامة، أنا بقيانة شوي. أنت عم تستني بدر؟ لا أصلاً بدر بيك راح بعد سومر بيك، قال عنده شغل. أنا بدي رتب المكتب شوي وبعدين رايحة. طيب يعطيك العافية. الله يعافيك، مع السلامة. يعني هالنتائج هي مزبوطة 100%؟ أنا مو هيك حاسس. هنن بيختلفوا عن بعضهم 50% بالكروموزومات، كونهم كل واحد من أم مختلفة، بس هلأ الأطباء عم يبحثوا بالخمسين الثانية. أهلا وسهلا يا خانم. بابا وين قاعد؟ قاعد بالجنينة.
هالحكي مستحيل يا بدر، لأنه لا يمكن لشخصين مختلفين عن بعضهم يكون في كل هالتشابه. هذا هو الواقع وأنت ما فيك تغيره، لأنه هو ابنه والنتيجة بتدل على هالشي. يعني بانا وعمر هن الإخوات. يعني هاي النتيجة تعتبر مؤكدة بدون أي شك. ماشي بيك بيك، شكرا لك. بندرما هلا من شوي وصلت. خير؟ في شي جديد؟ لا ولا شي، اتصلت لحتى اطمن عليك بس. امتى رح ترجع؟ والله ما بعرف. لو سمحت لا تتاخر. ليش بقى؟ بصراحه لانه انا اشتقت لك كثير. بتعرف صرنا كم يوم مثل توم وجيري مع بعض، تعودت عليك. لكن بكره برجع يا جيري. اي ممتاز، أنا بانتظارك. شوفك فيروز، انتبه على حالك.